السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم قناة استثمار ويبحان طريق النت. اليوم إن شاء الله نقوم بإثبات السحب من موقع الذي قام بإثبات جدارته، وقمت باسترداد رأس مالي الذي اشتركت به. وقبل أن نذهب إلى إثبات السحب، إذا أعجبكم الفيديو قوموا بالضغط إلى اشتراك أو الضغط على اللايك، جزاكم الله خيرا. أو إذا كنتم أردتم دعمي، قوموا بتسجيل على رابط الإحالة أسفل الفيديو، جزاكم الله خيرا وشكرا. إذا الآن سنقوم بالذهاب إلى موقع بايتيوب كما ترون. إذا كما ترون قام الموقع بضخ 7.20 من الأرباح المحصلة. هذه ليست الأرباح إثبات السحب الأول، بل هو تقريبا 5 أو 6 إثباتات السحب، كل سحب 9 أو 8 أو 5 دولار. وأنا أريد أن أقول لكم هذا الإثبات السحب، أريد لن أسحب إلى البيتكوين، بل سأسحب إلى الباي. يعني دخلت بالبيتكوين أنصفت الباي، يعني هذا البنك هذا تقوم أي بنك بغيتي تسحب لي. إذا سنذهب إلى السحب. اسمحوا لي شوية نقطع الفيديو بما نقوم بجلب الكود. إذا عدت الآن إخوتي وقمت بجذب كلمة سحب. إذا أذهب إلى سحب وأقوم بكتابة كم أريد أن أسحب، 7.20، وأقوم بكتابة رقم سري للسحب. ها هو، ثم أقوم بإرسال. يقول لي المبلغ الذي ستسحبه 7.20. وأقول له سأسحبه إلى هذا البنك بايع. سأقوم بكتابة رقم حسابي في البايع. نعم، سأقوم بكتابة رقمي في البايع، أي هو وأقوم لكم بإثبات أن البنك يقوم بإرسال إلى بنوك أخرى حتى ولم تكن دخلتها بالبيع. أي مواقع أخرى تقول لك باش دخلتي باش تخرج، لا، هذا الموقع هذا البنك هذا يقول لك باش دخلتي باش البنك دخلتي دابا، والبنك اللي بغيتي غنخرج لك. بغيتي تخرج بالباي، بغيتي تخرج بالبي، بغيتي تخرج باللي بغيتي. دابا انا دخلت بالبيتكوين غنخرج بالباي كيما شفتو. اقوم الان بكتابة حسابي في الباي كما تعاون.
هذا هو 3 6 8 3 6 8. نعم أحبابي بالله، استعد لهذا الأعطال، سنقوم الآن بسحب الأموال. سحب، نعم أحبابي بالله قامت بسحب. وهذا مجموع السحوبات الذي قمت بها، وهذه محفظتي. هي السفة السفة. الآن سأذهب إلى بنك بايل لأقوم باستكشاف أن الأموال وصلت. أعتذر، سأقوم بإيقاف الفيديو ببدء أفتح البنك. الآن عدت قد فتحت بنكي، ولم تم سوى بضع ثواني إذ ذهبت وفتحت البنك، وجدت 7.20 دولار أي بسرعة الباق، بسرعة الباق قام بتحويل إلى بنك بايير ولم يخصم لي شيئا. هذا عجيب والله عجيب، لم يخصم لي ولا درهم واحد ولا سنت واحد. إذن قمت بإثبات السحب من بنك باي تشيب إلى ودخلت النقود بالبيتكوين وسحبت بالباي. إذن هذا البنك عجيب، يقوم ب إذا أردت أن تحول الدولار، عندك الدولار في الباي وبغيت تصيفطو لهذا البنك وتقوم بأخذ أرباح بالبيتكوين، فهي فكرة جيدة. إذن إخوتي في الله، قمت بإثبات السحب لبنك بايتيب، وإثبات لكم أن هذا البنك يقوم بعدة لديه عدة مميزات، كما شفتم كما رأيتم. إذا عجبكم الفيديو فقوموا بالضغط على الاشتراك أو لايك، أو قوموا بدعمي والضغط على رابط الإحالة أسفل الفيديو. وشكرا على استماع، وإلى اللقاء في موضوع آخر.